روتين كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، النتيجة غير مرضية، ولكن الوداد قاموا بشوط أول رائع. مع الأسف الشوط الثاني ما كناش في المستوى المطلوب، وضيعنا جوج ديال الفرص وسجلنا هدف اللي رفضوا الحكم، ما عرفتش علاش رفضوه. وهذه هي كرة القدم، دائما فيها المفاجآت. أعتقد أن الأخطاء هي اللي السبب ديال هذا التعادل اليوم.